نيسان إسماعيل تغار على أنس الشايب. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع التيك توكر فرح التي قامت بنشر مقطع لردة فعلها على أحد مقاطع أنس الشايب على تيك توك، وعلقت فرح عليه: شو هالأناقة يا أنس؟ وتلقت فرح هجوم كبير من طرف المتابعين بالتعليقات الذين علقوا لها: لو تشوفك بسان. أيضا من جهة أخرى انتشر مقطع لبسان إسماعيل على منصة التيك توك من مقابلتها مع لانا ولين وهي تعترف بحبها لأنس الشايب. أترككم مع المقطع ورأيكم بخصوص هذا الخبر. خطبة؟ في خطبة؟ كنا عم نرد. روي قوي هو يمكن ان شاء الله من المال ومن الكليات ان شاء الله دري صدر.